ليه؟ ليه؟ الكتاب المقدس بطريقة سليمة ردا على الكثيرين من الغير عارفين باللغة العربية، وفي نفس الوقت شرح المزيد والمزيد من القواعد المسيحية. رجاء من الجميع مشاركة البث لكل الإخوة. سلام ونعمة. اللي عنده أي سؤال يضع سؤاله على اليوتيوب قبل ما يطلع ويضغط زرار الاشتراك على اليوتيوب. رجاء ضغط زرار الاشتراك على اليوتيوب قبل الجست خالص. سلام. اهلا. السلام عليكم يا دكتور. سلام ونعم. اهلا بكم. اخبار حضرتك ايه؟ نشكر ربنا تمام التمام. اتفضل. هم كان عندهم حاجه يعني في آل عمران آية الخلق ان عيسى خالق. حاضر هجيب لك الصوره دي بس مش هنطول في الشرح ده، يا دوبك معانا 10 دقايق عشان نبدأ في الموضوع بتاعنا. لا. عندهم ان المسيح خالق في سورة آل عمران 49. هو مش ربنا يا دكتور حد يقدر يشاركه في صفة الخلق؟ ما حدش يقدر يشاركه، بس هم بيقولوا ان بإذن الله دي معناها ان الله منفصل عن الابن. لا، فانا بقول زيها لما حد بيجي يتكلم في النقطة دي بقول له حضرتك ببساطة جدا، لان الله الابن غير منفصل عن الاب. كمثل مثلا لو انا صاحب شركة، سلام ونعمة مريم مراد، لو انا صاحب شركة مثلا وقلت باذن صاحب الشركة يبقى الكلام ده يعود عليا، مفيش فرق ما بيني وما بين صاحب الشركة لان انا وهو واحد. بس ايوه، بس صفة الخلق دي مش خاصة بالله فقط ولا عادي يعني؟ ما خاصة بالله، بس هما بيحاولوا يقولوا إن كلمة بإذن الله دي تعود على واحد تاني منفصل عن المسيح، والكلام ده مش مظبوط. مش مظبوط طبعا، يعني الخالق هو ربنا بس، يبقى كده ده إله طالما ما هو خالق. ده دي نقطة. والمسيح الوحيد اللي ما تنخس من الشيطان. كل الناس بما فيهم رسول الإسلام نفسه قال في الحديث إن كل الناس اتنخست من الشيطان بما فيهم هو، ما عدا العذراء والمسيح في الإيمان الإسلامي. طبعا المسيح وفي نفس الشيطان الوقت جرب المسيح في الجبل. أيوه، بس في فرق ما بين التجربة في الجبل والنخس. ومش النخس يعني المسيح ما انتصر عليه؟ أخطأش. النخس يعني ما انتصرش الشيطان على المسيح، انتصر على ما كل دون الناس ما عدا العذراء والمسيح في الأحاديث. اي، لأن المسيح وقتها ده أساسا كان ببساطة. إنسان ضعيف، وهو يعني حاب يستغل الفرصة دي. المسيح كان وقتها إنسان، نعم. المسيح وقتها كان إنسان لما تجسد، فهو حب الشيطان يستغل الفرصة ديت وفكره هيضعف أي، لأن هو إنسان ويقضى كامل عليه. وإله كامل، فليه صفات إن هو عايز ياكل عايز يشرب، ده طبيعي. شكرا من يوسف مشركات. ايوه صحيح. بس من جوه القرآن خالق، من جوه القرآن بيبرئ الأكمة والأبرص، من جوه القرآن الحكم المقسط، من جوه الأحاديث لما ينخسوا الشيطان، ومن جوه الحديث برضو حكم المقسط، من جوه القرآن روح الله وكلمة منه. وحاجة تاني كنت عايز أقولها لحضرتك، قول بس قدامنا أنت 3 دقايق عشان أبتدي في موضوع على طول. حاضر، معلش أنا طولت عليك. إشمعنى في ما ذكرش غير النبي مثلا عيسى بس في سورة الخلق دي؟ مفيش خلق في صح كلامي ولا دي إيه نقطة. رأي حضرتك؟ والمسيح تم ذكره، المسيح عيسى جوه القرآن، عيسى ذكر أكتر من موسى وأكتر من شخصية محمد.
لفظيا المسيح ذكر اكتر من الاثنين دول. اشمعنى؟ اشمعنى ده برضه حاجة تاني، يعني اللي يبحث أو يدور هيفهم. وعشان كده انا بعمل دلوقتي موضوع العربي. امبارح عملت ابتديت موضوع اللغة العربية عشان شرح الكتاب المقدس باللغة العربية. الناس بتحاول تقصص منه، في ناس مش فاهمة اللغة العربية بعلم كويس، فانا بشرحه عشان اللي فاهم يأكد معلومته واللي مش فاهم يفهم، بحيث يفسر الكتاب المقدس بطريقة سليمة، ويبقوا فاهمين ازاي يردوا على المدلسين، بس المدلسين اللي يستاهلوا مش المدلسين اللي هم قاصدين يدلسوا وخلاص. يعني صحيح صحيح، احنا بنتعلم من الناس حضرتك يعني. تعيش، الناس اللي عايزة تفهم منهم أهلا وسهلا بيهم، اللي مش عايزين يفهموا لا، دول ما تضيعوش وقتكم معاهم أصلا. ربنا يبارك خدمتك يا دكتور، وتعمل لأجل اسم المسيح. تعيش، صلواتك. آسف اللي طالع، ربنا مع السلامة. اللي عايز يطلع بعد كده يضغط زرار الاشتراك على قناة على اليوتيوب. للناس اللي كانت عجزت كاتبيننا، يضغط زرار الاشتراك تبقى تطلع. بتكلم عربي يا جماعة، زرار اليوتيوب، قناة اليوتيوب موجودة. ثانك يو ماكو. طب يا مشترك اكتب تعليق على القناة. حضرتك بتقول ان انت عايز تقول الحان. ياه جميل. طب اكتب المسيح هو الله. اللي عايز يقول الحان اكتب المسيح هو الله. يلا رمار سلام ونعمة، اكتب المسيح هو الله. يكتب المسيح والله. يلا ماشي خلاص، نقفل الجست بقى، فلما هنهرج متعودين يكذبوا يعني عيب عليكم. هناخد صيغة منتهى الجموع. بعد ما نخلص موضوعنا نبقى ناخد الجست يا جماعة. بعد ما نخلص موضوعنا نكمل. هناخد صيغة منتهى الجموع بسبب نور مين. صيغة منتهى الجموع هي كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة، حرفين أو ثلاثة. يعني جمع تكسير متكون من 5 حروف وسطهم ألف. بعد الموضوع، بعد الموضوع. شكرا بارس. زي ايه الكلمات اللي هي تعتبر صيغة منتهى الجموع اللي هي فيها 5 حروف وفي نصهم ألف والألف بعدها حرفين أو أكتر أو ثلاثة؟ كنايس، كنائس، كتائب. وممكن تبقى مكونة من 6 أحرف ثالثها ألف، ثالثها ألف. ثانك يو بابلز. يا جماعة الدعم بيحرق دمهم، بيحرق دمهم الدعم. ثانك يو. وقبلها ساكن. يعني ممكن صيغة منتهى الجموع يكون 5 حروف، كلمة من 5 حروف، الحرف اللي في النص ألف، بعديه حرفين أو ثلاثة. وممكن 6 حروف ثالثها ألف، زي مصابيح، عناقيد، مساحيق، براهين، جواسيس. طب الصيغ اللي موجودة ايه؟ صيغ منتهى الجموع. شكرا اخ ليا، الله يباركك. ايه صيغ منتهى الجموع؟ صيغة فاعل اهي، الفاعل فيه ألف، مشاتل. تمام مظبوط عزيز، الله ينور. أفاعيل، مفاعل، مفاعيل.
فواعل، فعاليل، فعائل، كل دي صيغة وزن لصيغة منتهى الجموع. فواعل زي ايه؟ كتاتيب، مظبوط. فواعل زي كلمة فوارس. فعائل زي صفائح، كنائس. فوائد، صح. قوافل، لا قوافل، لا فواعل صح، قوافل. لكن فعائل صفائح، كنائس. فعالة زي صحارى. فعالي أو فعالة زي عزارة. فعالي زي كراسي، مدائن، تمام. فعاليل زي كلمة تحاليل، شخاليل. تراتيل، يتامى، بوك. مفاعيل زي كلمة مساكين، مصابيح، مزامير. من الملخص المفيد، انت مش لازم تحفظ الصيغة نفسها بتاعت صيغة منتهى الجموع، ولكن تقدر ببساطة تعمل حاجة مهمة جدا، تعمل حاجة مهمة جدا، وهي الكلمة اللي فيها في النص حرف ألف بعديه حرفين أو ثلاثة، دي صيغة منتهى الجموع. طب إيه هنستفاد إيه لما نعرف صيغة منتهى الجموع؟ صيغة منتهى الجموع بتجر بالفتحة. إيه ده؟ طبيعي بالفتحة ولا بالكسرة؟ الجر الطبيعي بيبقى بالكسرة، لكن صيغة منتهى الجموع تبقى مجرة بالفتحة، بعلامة إعراب ثانوية. علامة إعراب ثانوية، ما عدا حالتين بقى. إيه الحالتين اللي هي تجر بالكسرة ترجع عادي سليمة زي ما هي؟ لو يكون بعده معرفة، أو هو نفسه معرفة. لو بعده معرفة أو هو نفسه معرفة. طب نجيب أمثلة عشان نفهم الموضوع ده. التركة بتاعت صيغة منتهى الجموع هي موضوع الجر، ان هو يجي مجرور بالفتحة، الا في حالة لو هو نفسه معرفة او بعده معرفة، او بعده معرفة. نلاحظ ان في مشاركات قليلة، عايزين نشارك الناس عشان نكمل القاعدة دي، مهمة جدا 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 جدا. هنكمل ونقول الأمثلة من جوه الكتاب المقدس المترجم إلى اللغة العربية. Thank you City 2. Thank you City 2. Thank you City 2. نشارك، أشارك وبعد كده نكمل. صيغة منتهى الجموع علينا بالراجع. صيغة منتهى الجموع هي اللي فيها حرف الألف في وسط الكلمة بعده حرفين أو ثلاثة. صيغة منتهى الجموع تجر بالفتحة إلا في حالتين. إيش؟ ثانك يو. إلا في حالتين، الحالة الأولانية هي يكون معرف مضاف إلى معرفة أو معرف، يعني بعده معرفة أو هو نفسه معرف. لو هو نفسه معرف، لو هو نفسه معرف. موازين على وزن مفاعيل، مظبوط. شاركوا البث يا إخوة، شاركوا البث يا إخوة، شاركوا البث يا إخوة. مواعين، اه مظبوط يا بنو، مواعين، مظبوط، كلام مظبوط جدا. مساحيق، كل ده على وزن مفاعيل، بتقول تمام. متاحف،
تعتبر قصدا أيضا صيغة منتهى الجموع، تعتبر صيغة منتهى الجموع. مناشير صح، مناديل. وزي شانكيو فادي، وزي اللي بيدلسوا على الكتاب المقدس طراطير. اللي بيدلسوا على الكتاب المقدس يعتبروا ايه؟ صيغة منتهى الجموع بتاعتهم ايه؟ طراطير. تراتير الترانيم اللي احنا بنقولها ترانيم تعتبر صيغة منتهى الجموع. تماثيل صح، اللي بيدرسوا على الكتاب المقدس هم تراتير مش اكتر من تراتير، اقل يمكن لكن مش اكتر من تراتير. حروب لا. لا، الكلمة لازم يكون فيها ألف بعده كلمة حرفين. عزرائيل لا يا عم، عزرائيل لا يا عم. صيغة منتهى الجموع هي كلمة جمع وفي نفس الوقت فيها حرف ألف وبعده حرفين. عزرائيل لا مش مظبوط. عذرا، حاول مرة أخرى. إجابة خاطئة، حاول معنا مرة أخرى. نجيب بقى الأمثلة اللي في الكتاب المقدس بتتكلم عن الموضوع ده اللي هو صيغة منتهى الجموع. جواها بمسامير وشوك. الله، الطبيعي إن الكلمة اللي بعد حرف جر بتجر بالكسرة. الجموع، عشان كده بنقول لهم احنا هنعلمكم اللغة العربية، مش انتوا اجبرتوها عليها من الف وكم سنة، هنعلمها لكم دلوقتي لان انتوا مش متعلمين اللغة العربية يلي اجبرتونا عليها. نعلمكم بقى اللغة ان صيغة منتهى الجموع تجر بالفتحة الا في حالتين، لو معرفة او مضافة الى معرف. بمزامير وتسابيح وتراتيل. مجرور هنا بحرف الجر البيه وعلامة جره الفتحة لأنه صيغة منتهى الجموع. مزامير وتسابيح وتراتيل. فعلا المسيح قال، المسيح قال أنتم أفضل من عصافير كثيرة. الله بالظبط كلمة عزيز. تمام مظبوط. جراثيم برضو نفس نظام صيغة منتهى الجموع. أنتم أفضل من عصافير كثيرة. أنتم أفضل من عصافير كثيرة مجرورة بالفتحة. على منابر الشيوخ. ليه هنا منابر الشيوخ بالكسر هنا؟ لأنها أضيفت إلى معرفة، أضيفت إلى معرفة. في مجامع، لأن كلمة المجمع معرفة في حد ذاتها. من مزامير داوود، مزامير داوود. هنا ليه بقى من مزامير مجرورة بالكسرة؟ لأنها أضيفت إلى معرفة شخصية داوود النبي. ندور بقى ونشوف على حسب التشكيل. لا مش حسب التشكيل، هو التشكيل بيجي على حسب الإعراب، بالعكس التشكيل بيجي على حسب الإعراب. عايزين يا جماعة أكبر عدد يشارك في هذا البث، فيعني مشاركات للناس، ابعتوا للناس من فضلكم لأن الموضوع هام جدا.
كده صيغة منتهى الجموع. المختصر المفيد هو رمز جمع موجود في حرف ألف بعديه حرفين، يجر بالفتحة لو ما فيش بعديه، لو هو مش مضاف لمعرفة، ولو هو مش معرفة. اضاف لمعرفة أو هو في حد ذاته معرف، يبقى في الحالة دي الصيغة دي تبقى إيه؟ تجر بالكسرة زيها زي الجر العادي. وبالنسبة للي بيجروا شكلنا دول، احنا قلنا ان هم اسمها صيغة منتهى الجموع، ودول بيدلسوا على الكتاب المقدس، فإذا هم مجرد طراطير، مناديل، مهابيل، قولوا عليهم أي شيء من هذا القبيل. وصلة؟ تهيألي سهلة جدا. هما إيه؟ مجرد طراطير، مناديل، مهابيل، مش أكتر من كده. ده مين اللي بيدلسوا على الكتاب المقدس؟ ماشي؟ يلا. طب نبص بقى على نقطة نفحصها في الضماير. الضماير أي كلمة فيها ضمير بتكون معرفة. إلهنا، النون هنا نون الجمع، إلهنا إحنا. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، ملكوتك وبمسرتك وبخلاصك. عشان كده احنا عايز نقول نسابحك نباركك نغدمك يا رب ونسجد لك. خلصنا صيغة منتهى الجموع، ناخد اسم الإشارة، واسم الإشارة هيطول معانا حبتين شوية. ليه؟ لأن درس شوية لذيذ ومهم جدا، مهم جدا 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 جدا، مهم جدا جدا جدا. اسم الإشارة في إعرابه بيبقى مبني على ما تلفظ به حركة آخرها، حركة آخرها. نجيب تفاصيل، نجيب تفاصيل. هنلاقي اسم الإشارة اسم معرفة يشار به إلى مسمى معين، اسم معرفة يشار به إلى مسمى معين. طبعا في فرق شاسع جدا، لأن كتابك بيشهد لكتابنا، العكس غير صحيح بالمرة. يلا على صبلاطة كده، على الصراحة. هذا وذاك، هذه وتلك، مساء النور، مساء النور غابة 2020، هذان وهذين، هؤلاء وأولئك، هاتان وهاتين. نجيب ألفاظ أسماء الإشارة وتقسيمها وشرحها. سلام ونعم سيف، أهلا وسهلا. هنبص على الحالة ونشوف الشرح بتاعها، نشوف الشرح بتاعها. هنلاقي ذا للمذكر، زي وزه للمؤنث، وزه وزه، والتاء والتي تح وته، ده بدون لما يتحط حرف الهاء. لكن في هاء التنبيه، الهاء اللي بتضاف في الأول دي اسمها هاء التنبيه. هذا يعني أنت ممكن تقول ذا، ممكن تقول هذا، هذا الهاء دي للتنبيه. ممكن تقول زي مقصود بيها على واحدة، أو زه زه على واحدة، لكن لما تقولها بالتنبيه بتقول هذه. المذكر من هذا هذان، فبين غير تنبيه بتبقى زان. مؤنث من ذا وهذه هتبقى تان، يبقى هاتان. للجمع أولئك وأولي، جمع مؤنث أو مذكر.
وهؤلاء طب ليه بنقول هذا؟ وإيه الفرق ما بين لما أقول هذا وذاك؟ الإخوة العرب يكتبوا لنا في التعليقات إيه الفرق ما بين هذا وذاك؟ إمتى أستخدم هذا وإمتى أستخدم لفظ ذاك؟ بدل ما أنتوا عرب وفاهمين العربي صح، اكتبوا لنا هذا وذاك ايه الفرق ما بين الاثنين. انا مستني حد شاطر في العربي، عشان كتير ناس بتطلع تدلس على الكتاب المقدس يقول لك احنا بنفهم عربي وانتوا لا فاهمين عربي ولا شيء. انا بتكلم عن الناس اللي بتطلع تطلع في الكتاب المقدس وشرحه وهم جاهلين حتى باللغة العربية المفترض يعرفوها. امتى استخدم هذا وامتى استخدم ذاك؟ محدش قال لنا. ماشي، محدش جاوب. هنبص على التعليقات تاني. نبص على التعليقات، مفيش حد جاوبنا. نقول احنا بقى هذا للقريب، ذاك للبعيد، طب وذلك للأبعد. يبقى هذا، ذاك، ذلك. نشوف المثنى المذكر القريب. هذان اسم إشارة، مثنى مذكر قريب مرفوع بالألف في حالة الرفع، احنا فاكرين مثنى. هذين اسم إشارة، مثنى مذكر قريب في حالتين النصب والجر الياء. طب المثنى المذكر البعيد ده، ذانك، ذانك اسم إشارة مثنى مذكر بعيد في حالة الرفع. طب والمثنى المذكر البعيد في حالتين النصب والجر، زينك. المفرد المؤنث القريب هذه وتلك للبعيد، يعني البنت البعيدة أو المؤنث البعيد. المثنى المؤنث القريب هاتان، اسم إشارة مثنى مؤنث قريب في حالة الرفع. طب في حالة الجر والنصب يبقى هاتين، الألف دي هتحول ليه؟ الألف دي هتحول هي لفظها كده، نزل كده مش شتيمة يعني. تانك اسم إشارة مثنى مؤنث بعيدة في حالة الرفع، دي لغتكم، أنا بشرح لغتكم ماليش دعوة. تانك اسم إشارة مثنى مؤنث بعيد في حالتي الرفع النصب والجر. كده المثنى، يبقى قلنا في المثنى فيه هذا وذاك وذلك. المؤنثة هذه وتلك. في المثنى هذان وزانك وزينك. بالنسبة للبنت المثنى المؤنث تبقى هاتان هاتين و تانك وتينك، هي لفظها كده. طب نبص على الجمع القريب. الجمع القريب بالنسبة للإشارة هؤلاء مذكر ومؤنث. جمع بعيد أولئك، البعيد أولئك. طب نجيب الألفاظ اللي في الكتاب المقدس اللي
خاصة بالقاعدة دي. هنلاقي إن في كلمة ذلكم دي إشارة للجمع ذلك، فهنلاقي رسالة بطرس الأولى إصحاح 3 عدد 7: كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف. سلام ونعمة دكتور سيبس كريست، سلام ونعمة. أرمية 44 23: من أجل ذلكم قد أصابكم هذا الشر كهذا اليوم. الله محبة. في برضو بالنسبة إشارة ذلكن، اللي هو كذلكن. طب إذا في أسماء إشارة تانية، في إشارة تانية إذا إحنا قلنا ذا، نجيب أسماء الإشارة ذا. تعالوا معايا أشعياء 63 1: من ذا؟ إحنا قلنا الإشارة القريب هذا، الإشارة البعيدة ذا، الإشارة الأبعد ذلك. يعني بالنسبة للبعيدين بستخدم ذاك وذلك. هنقول ذا يبقى إشارة للقريب. من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرة؟ مراسي أرمية 337 اللي بتتقري في صلاة الساعة 12 يوم الجمعة العظيمة: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ أيوب 42 3: فمن ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة؟ أسلوب استفهام هنا غرضه الاستنكار، مين اللي يقدر يعمل كده يعني؟ كده جبنا أمثلة من الكتاب المقدس على اسم الإشارة ذا. نجيب اللي بعد كده هذا، الآية الشهيرة اللي موجودة في متى 3 17: هذا هو ابن الحبيب والذي به سررت. وإشارة للقريب هنا، المسيح قدام عينيهم. سلام ونعمة، أهلا يا هلا للشباب. متى 10 22: ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. متى 19 5: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. هذا هنا المقصود بيه أنه حاجة قريبة، الإشارة للسبب، يعني من أجل هذا السبب. كده جبنا الأمثلة على ذا وعلى هذا. نجيب الأمثلة على هذان. هذان رؤية 11 4: واستأذنكم في التعليقات، وتكتبوا التعليقات على اليوتيوب، تكتبوا الآيات من فضلكم يعني. هذان هما الزيتونتان القائمتان أمام رب الأرض. متى 20 21: قل أن يجلس ابناي هذان واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. ليه بتقول هذان هنا أم يعقوب ويوحنا بن زبدي؟ ليه بتقول كده؟ لأن الاتنين كانوا موجودين معاه. هذان بتشاور على القريب، بتشاور على القريب. سلام ونعمة فرسينا منور، يا هلا يا هلا. مرقس 16 13: وذهب هذان وأخبر الباقين فلم يصدقوا ولا هذين. خدنا امبارح الفرق ما بين المثنى وما فرق ما بين الجمع المذكر السالم.
قلنا ان المثنى ايه، هفرقه دلوقتي هنا، الباقين ولا الباقيين، اتنين ولا جمع؟ لو سمحتوا مش هغيب، انا عايز كام ثانيه كده يورزينا. الله 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 الله، مش هيصاني مش هيصاني مش هيصاني. طلعوا لنا مرقص 16 عدد 13، قولوا لي الكلمه واخبارها، الباقين دي جمع ولا مثنى؟ جمع ولا مثنى؟ دي اقل من دقيقه قليله. حد يقول لي، حد يقول لي الكلمة دي في الآية دي جمع ولا مثنى؟ كلمة الباقين هنا جمع ولا مثنى؟ ميني ميني ايه، مش فاهم. مثنى ولا جمع؟ مثنى. اه بتقصد مثنى. ليه قلت مثنى؟ انت ما حضرتش امبارح، لو كنت حضرت امبارح كنت هتعرف ان هي جمع. ليه؟ لأن المثنى دائما يكسر نون بتاعته، المثنى مكسور النون بتاعته، عشان كده الكلمة دي أبنوب، الكلمة دي كلمة جمع، لأن الجمع بيفتح دائما النون الأخرانية، النون الأخرانية مفتوحة، المثنى تكسر النون الأخرانية في كلمة المثنى. تمام، نكمل. ناخد بعد كده هذين ونجيب نصوص الكتاب المقدس اللي بتتكلم عن هذين. ويرسلون هدايا بعضهم لبعض، لأن هذين حبيبي، لأن هذين النبيين كان قد عذب الساكنين على الأرض. رؤيا 4:11 إخواتنا جميعا، رؤيا 4:10 طلعوها من فضلكم، خلونا نعمل براكتس مناقشات وتمارين، نعمل مناقشات وتمارين هتلاقوا الدنيا سهلة جدا. رؤيا 4:10، رؤيا 4:10، هنا كلمة الساكنين تعتبر مثنى ولا جمع؟ الله، فيورسينا فيورسينا فيورسينا، ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو، ربنا يبارك جميع من يدعم. يا عم يلا، عايز تقول لحن؟ آه ماشي حاضر، ده مش اسلوب مسيحي اصلا. ولو انت فعلا مسيحي ما تغير اسلوبك يا عم. ماشي يا عم، شكرا. جمع بالظبط، اخبها فلوس، نفس الفكرة صح كده، يبقى النون الأخرانية بتبقى مفتوحة يبقى ده جمع. الله ينور، هاي جوشمان. أعمال 19:37، لأنكم أتيتم بهذين سارقي هياكل. الله محبة، الرجلين هنا دي إيه برضو، جمع ولا مثنى؟ لحقتني على طول يا بافلوس. حد تاني عايز يقول أي شيء؟ بافلوس بيقول مثنى، حد هيقول إن الكلمتين دول كلمة الرجلين هنا، الرجلين مثنى. الله ينور يا بنوب، كده كلنا مستوعبين الدرس صح. وكده لأنكم أتيتم بهذين الرجلين.
الكلام ده يا شعيب من جوه القرآن، مش عاجبك خش على قائمة التشغيل القرآنية شهادة المسيحية عندي على اليوتيوب، هتعرف إن الكلام ده من جوه القرآن. المسيح مش مجرد إنسان، المسيح كلمة الله، عقل الله الناطق. نبص بقى على الإشارة التانية. إحنا قلنا إن هذه إشارة للمؤنث المفرد، المثنى منها هاتان. هاتان هنبص على زكريا 4:11، هنلاقي ما هاتان الزيتونتان عن يمين المنارة وعن يسارها. الزيتونتان يا جماله، الزيتونتان مثنى ولا جمع؟ الزيتونتان يا ناصر أحمد، كلامك بسيط ولذيذ. ما المسيح بيأكد إن هو كان طبيعة نسوتية كاملة وطبيعة إلهية كاملة، ما جبتش أي شيء جديد. افهم عربي بقى، افهم عربي. الزيتونتان بافلوس بيقول مثنى. حد ليه رأي تاني؟ هنا كلمة في زكريا 4:11 مثنى ولا لأ؟ مثنى ولا لأ؟ مثنى ولا لأ؟ مثنى مظبوط. نجيب بعد كده مرقس 31:12، وثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك، ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. إذا مثنى مرة أخرى. ذاك، إحنا قلنا هذا للمفرد المذكر القريب، وذاك وذلك بعيدين. فشتموه وقالوا أنت تلميذ ذاك، وأما نحن فإننا تلاميذ موسى. يوحنا 9:28. اللي فاكر النص ده يستشف ويوضح وواضح صريح جدا إن هنا لما شتموا مين؟ شتموا بطرس ولا شتموا مين؟ اللي شتموه هنا قالوا أنت تلميذ المسيح، وهنا ذاك تعود ان المسيح بعيد، اللفظ هنا بعيد عنهم. معنى كده ان المسيح ما كانش موجود في الحدث اللي حصل فيه الكلام مع بطرس. خرجوا، يعني بطرس كان بعيد عنه، مش معاه ملاصق على طول، كان بيخش ويطلع بيخش ويطلع. مسكوه بقى قالوا له انت تلميذ ذاك، يعني كان المسيح اتحرك تاني. يوحنا 8:42. اللايف بيقطع، ايه في بلاغات ولا ايه يا جماعة؟ في بلاغات ولا ايه؟ يا جماعة يا جماعة، لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني. يوحنا 8:42. أوف يا سينا، ثانك يو. يعقوب 3:2، فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هنا كان القديس يعقوب بيتكلم عن اللسان، اللي يقدر يمسك اللسان وصح وما يبقاش غلط وشتام. فذاك رجل كامل، آه إيه البعد الروحي لكلمة ذاك هنا؟ إن بعيد جدا إن الواحد يعرف يعمل الكلمة دي. مش سهل إن الواحد ما يعرفش يشتم، مش سهل إن الواحد ما يعرفش يمسك لسانه، صعبة. عشان كده بالبعد الروحي دي، يعني لازم الإنسان يحاول يجاهد أكتر ما يقدر. بص، الفهم مع فهم القواعد، مع فهم اللغة الأصلية، مع فهم اللغات الترجمات، الواحد يفهم صح ويرد على التراطير المهابيل اللي بيدلسها الكتاب المقدس. الشيخ خليل اللي مش فاهمين الكتاب المقدس وبيدلسوا عليه. ذلك، نجيب كلمة ذلك ونشوف يعقوب 4:17. ثانك يو فور سينا، ثانك يو فور سينا، ثانك يو فور سينا، ثانك يو فور سينا. يقول فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. حلو قوي. فذلك هنا الإشارة.
متى 4:17 من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. إشارة إن المسيح اتكلم عن أشياء كثيرة تفصيلية واتكلم عن أشياء عميقة، مش بس أشياء بشرية زي غيره، لأ المسيح اتكلم عن أشياء عميقة لأن الله ظهر في الجسد. متى 5:37 بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير. الله الله، اللغة العربية عجيبة، مش في كل حاجة يعني، بس برضو الواحد يعني اللغات الأصلية أقوى بكتير، اللغة العبري القديم واللغة اليونانية القديمة والقبطي أقوى بكتير جدا كلغات. القبطي فيه 14 زمن، العربي فيه 3 4. ثانك يو كرولز. العربي فيه 3 4 يعني 3 4 أزمنة، مضارع ومستقبل وأمر. بعد كده زينك أرسل الولاة الجلادين قائلين أطلق زينك الرجلين. أعمال 16:35 أرسل قديم ماضي، الولاة الجلادين، تبقى دي جمع ولا مثنى؟ الجلادين. الجلادين جمع، الله ينور. قائلين، الله ينور يا جماعة، الله ينور توت بافلوس ابنوب، الله ينور يا جماعة. أطلق زينك الرجلين، جمع ولا مثنى؟ جمع ولا مثنى؟ مثنى، الله ينور ابنه، الله ينور توت، مظبوط، فل الفل. يبقى كده الله اطلق، يقول له هنا اطلق زينك الرجلين. زينك هنا اسم موصول في محل نصب مفعول به، والرجلين مضاف إليه مجرور بالكسرة. تيموثاوس الثانية 3:9 لأن حمقهم سيكون واضحا للجميع كما كان حمق زينك أيضا. إهدا، إيه كلمة زينك دي؟ من زينب؟ لا كلمة يعني أنتم مستغربينها لأن مش متعودين عليها. لا زينك أيضا، زينك إيه دي؟ معناها كده إن إشارة لاتنين، إشارة المثنى ذانك، يا لفظها كده. فذانك المذبح والمرتفع هدمهما، هما الاثنين، واحرق المرتفع وسحقها حتى صارت غبارا واحرق الساريه. ملوك الثاني 23 15، معناها كده اشاره للمثنى في حاله رفع. اسماء غريبه، اسماء اشاره غريبه، صح؟ هؤلاء، أو ضمائر إشارة غريبة، هؤلاء ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. متى 10:42 مرقس 10:14 دعوا الأولاد، يبقى انتوا اللي هتدعوا الاولاد، يبقى الاولاد هنا مفعول به منصوب، ياتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت الله، ملكوت الله. هؤلاء هنا مجرورة لانها مضافة،
روميا 8 14 لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. الله الله، اللي بينقادوا بروح الله هو أبناء الله، ده أولئك. وهنجيب مرقس 16 11، فلما وقد نظرته لم يصدقه. بمناسبة ذكرى اللغة العربية، ممكن تقول لي بركة الرب تغني غنى ما تغني. ما غناء دي بقى، يبقى هي بتغني توست كده. فلما سمع أولئك أنه حي وقد نظرته لم يصدقه. مريم المجدلية راحت للتلاميذ، صح؟ روميا 8 14، لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. كورنثوس الأولى 9 25، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى، لأنه لا يكترمز إن هم جمع بعيد، بعيد شر بره وبعيد. اسم إشارة بقى للمكان، نجيب أسماء الإشارة للمكان. هنا للقريب، هناك للبعيد. هنا للقريب، هناك للبعيد. هنا للقريب، هناك للبعيد. سهلة سهلة سهلة. هنا للقريب، هناك إيه؟ للبعيد. فقال ائتوني بها إلى هنا. متى 14 18، متى 14 8، قالت أعطني ها هنا على طبق رأس يوحنا المعمدان. يبقى ده إشارة للمكان القريب. متى 17 4، يا رب جيد أن نكون ها هنا. هنا تشبيه المكان بالذات، المكان ده. متى 18 20، لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. متى 18 20، متى 2 13، قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك. وبكده خلصنا أسماء الإشارة. اللي عنده أي سؤال نضع السؤال على اليوتيوب ويطلع، وهتلاقوا قائمة تشغيل تعليم اللغة العربية واللغة العبرية والقبطية واليونانية أعتقد كمان، عندي على قناتي على اليوتيوب كل ده موجود. اللي عنده سؤال يكتب تعليقه على اليوتيوب ويتفضل يشرفنا ويطلع. وإخواتنا اللي ما دسوش زرار الاشتراك يفعلوا زرار الاشتراك على قناتي على اليوتيوب عشان هيستفادوا منها كتير. حد ليه أي سؤال في أي شيء؟ حد ليه أي سؤال في أي شيء؟ حد عايز حاجة مني قبل ما أمشي؟ أهو حد لي سؤال، حدش مشغول البال، تررررا حدش في عنده سؤال، تررررا حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ سلام ونعم، سلام ونعم. كده قلنا أسماء الإشارة النهاردة، وامبارح قلنا حضرتك مش فاضي هنجست.
يكتب تعليقك ويطلع على طول. ازاي مش فاتح؟ فاتح يا عم، مفترض فاتح اهو. اكتب تعليقك ويلا على طول. اتعلم اليوناني ولا القبطي؟ انا رأيي اتعلم القبطي اسهل لك، ما بين العربي واليوناني والقبطي والعبري والانجليزي. اعتقد ساركن الانجليزي دلوقتي، الاهم عندي العبري القديم واليوناني القديم و القبطي والعربي، هم عشان احنا معظم الناس بتتكلم مع عربي دلوقتي، مضطرين مش اكتر يعني. اللي عنده سؤال يطلع وينجز معانا، يلا بينا يلا يلا. المسيح هو الله اللي حطاه في فري فاير ككاتب. المسيح هو الله طبعا، المسيح هو الله. وكلمة الله في القرآن،